السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز الأخبار من قناة الشروق. كشفت الشرطة أنه تم القبض على شخص وبحوزته مسدس يعتقد أنه كان يحاول استخدامه في التظاهرات، وأشارت إلى ضبط شخص آخر يقود سيارة أكسنت مجهزة بأجهزة إرسال بعيدة المدى. وأكد ناطق رسمي باسم الشرطة حسب وكالة السودان للأنباء أن يوم الخميس شهد استقرارا نسبيا في الأحوال الأمنية عند بعض التجمعات في عدد من الولايات ومن بينها الخرطوم. كشفت السلطات الأمنية عن تعرض مجموعة من المحلات التجارية بأم درمان غرب الحارات لعمليات نهب وسلب، وقالت إنها تزامنت مع التظاهرات التي شهدتها الخرطوم يوم الخميس. وتعرض عدد من الأشخاص للأذى الجسيم جراء الضرب بأسلحة بيضاء، ومن بين المصابين طبيب صيدلي وأصحاب كافتريات وسائقو مركبات عامة، وتم فتح بلاغات بغرب أم درمان. أعرب رئيس الجمهورية عمر البشير عن حرص السودان على تعزيز فرص التعاون الثنائي مع الأردن، جاء ذلك لدى لقائه برئيس أركان الجيش الأردني. وأعلن رئيس الأركان المشتركة عقب اللقاء أن اتفاقيات التعاون الثنائي بين السودان والأردن تشمل المجالات العسكرية والاستخبارية ومكافحة الإرهاب. كشفت الحكومة عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية عمر البشير إلى دولة الكويت، وقال بشارة جمعة أرور وزير الإعلام الناطق الرسمي لـSMC إن الزيارة تأتي في إطار جولة إلى دول عربية بدأت بزيارة قطر، وإن زيارة البشير إلى الكويت تناقش العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية. قال وزير الخارجية إن جولة المفاوضات بين أطراف إفريقيا الوسطى والتي انطلقت بالخرطوم من شأنها أن تجد النجاح، لأن الدعم الأساسي لها هو الاتحاد الإفريقي نفسه، وإن الحلول من داخل إفريقيا وليس من خارجها. أعلن بنك السودان المركزي طرح العملة فئة 100 جنيه الجديدة بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة. وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزي اكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للسوق والتداول نهاية الشهر الجاري ومطلع فبراير المقبل، مبينا أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية. انتهى الموجز، قدمته لكم مشاهدينا من قناة الشروق، وبإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. أشكركم وإلى اللقاء.